أتمنى نهتم بهذه القضايا ونحللها دايما نفسيا واجتماعيا. موضوع القرنية يا جماعة محتاج جدا، الناس لازم يبقى عندها شوية تقبل للنقاش في الأمور. مفيش حد بيقبل المساس بحرمة الميت ولا بجثمان الميت، ولا البعض بيقول ما انتوا تعاملتوا مع القرنية عشان زي ما شفنا كان في ناس بتقف طوابير انتظار لمدة 7 أو 8 سنين علشان تنقذهم من العمى. انت محتاج القشرة السطحية اللي هي القرنية، فبتتاخد من الميت. وفي عدد كبير من الشخصيات العامة حتى كانت من زمان، انا قلت لكم امبارح الشيخ محمد سيد طنطاوي وهو شيخ للازهر، لا وما كانش لسه في قانون قبلها كمان، هو مفتي كان قال انه هيتبرع بالقرنية بتاعته بعد وفاته، وناقشنا معاكم ده امبارح في اكثر من مداخلة يعني، وقلنا بنتعامل معاها بالشكل اللي بيعمل توازن يعني. طبعا الناس فوجئت، الناس ما كانتش تعرف ان في قانون، والقانون يتيح اخذ القرنية بدون استئذان اهل المتوفي، مع الاعتبار انهم بيتعاملوا معاها لانها ليست عضوا من اعضاء الجسد، لكن هي نسيج يعني. الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب معايا. دكتور مجدي اهلا بيك. بحضرتك استاذ المشاهدين مساء الخير. ودكتور جمال زين عضو مجلس الشعب السابق معايا تاني. دكتور جمال اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين والاستاذ الدكتور مجدي مرشد. دكتور مجدي انا كنت لسه بسال بطمئن، لان قالوا لي ان مستشفى القصر العيني بعد الضجه اللي حصلت هيوقفوا بنك القرنيه، لكن انا تاكدت دلوقتي من المعلومات انه لا، هيوقفوا ده لغايه يوم الثلاث، لغايه ما يطلع تقرير متعلق بالحاله اللي حصل عليها ضجه خلال اليومين الماضيين يعني. بس قول لي حضرتك نتعامل ازاي مع هذه القضية؟ في ناس فوجئت بان ممكن تتاخد القرنية من جثامين ذويهم وهم ما يعرفوش، والقانون يقول ما تستأذنش حد. ليه الناس فوجئت بهذا الشكل ونعمل ايه؟ خاصة لقينا رد فعل الناس عاصف جدا يعني. اتفضل. هو طبعا يعني كان في واقعة مشابهة تماما ادت الى وقت ملوك العيون كلها لمده طويله، يمكن اكثر من 10 سنين قبل كده. انا اولا استاذ عيون فبكلم حضرتك في تخصصي الاصيل. فكانت وقفه ملوك العيون قبل كده في واقعه حصلت في جامعه عين شمس او في مستشفى عين شمس. نفس القضيه، هي نفس الواقعه كده. الدكاتره العيون بالتاكيد بيبقى لديهم معرفه بهذا القانون لانه بيتعامل مع القرنيه من خلال قانون. انما الناس الحقيقه ما عندهاش خلفيه عن هذا القانون، ودي فعلا نقطه. وطبعا في معظمنا ما عندناش خلفيه عن قوانين كثيره الا اذا كانت تمسني او تمس عملي. القانون ده حضرتك من سنه 1962، قانون 103 للتعامل مع القرنيه على وجه الخصوص ولا علاقه له بزرع الاعضاء. ده قانون اسمه قانون تنظيم بنوك قرنيات العين. ايوه. المادة 5 منه بتبيح، طبعا نفصل، تاخد القرنية من مين؟ من الناس اللي بتموت في حوادث ومش لهم حد، من المحكوم عليهم بالإعدام، من الناس اللي بتتوفى في مستشفيات لكن ما لهمش أهل أو ما لهمش حد يسأل عليهم، بالإضافة إلى العنصر المتوفى في المستشفيات المقام فيها بنوك للعيون من حق أو يعني وفقا للقانون تتاخد القشرة السطحية اللي هي القرنية اللي هي نص ملي تقريبا سمكها، بتؤخذ دون الحصول على موافقة مسبقة من المتوفي قبل وفاته ولا لاحقة من ذوي، يعني لا بتبقى محتاجة كتابة من المتوفي ولا من الأهل والذوي. ده القانون بيقول كده. وبالتالي التعامل أحيانا كان بيتم بهذا الشكل، لكن خوف الأطباء من المشاكل اللي بتحصل أحيانا لما بيثار إنه جزء من الميت رحمه الله عليه اتاخد
وانه في تمثيل للجثه و و و هو ده اللي بيعمل الحاله اللي احنا فيها. اللي عايز اقوله ليه القرنيه على وجه الخصوص اخذت هذا الشكل الخاص واتعمل لها قانون لوحديها وباقي اعضاء الجسم كلها لها قانون 5 لسنه 2010 اللي بينظم زرع الاعضاء بوجه عام. زرع القلب، زرع الكلى، زرع الكبد، زرع فص من الرئه، زرع اي حاجه ثانيه ما عدا القرنيه. لان القرنيه بتعتبر زي ما بنقول دايما نسيج وليس عضوا كاملا، العضو ده اللي هو العين. لكن القرنيه نسيج او غشاء رقيق جدا شفاف بيبقى عند الفتحه الاماميه للعين. وهو غير حيوي، يعني ما فيهوش دم. عضو ما فيهوش دم خالص، ما فيهوش اوعيه دمويه عشان يبقى شفاف. وبيتغذى او بيحتفظ بشفافيته بطريقه معينه، لكن هو نسيج مش عضو مؤثر ولا حيوي، ولما بيتشال لا يؤثر اطلاقا على شكل المريض ولا على عينه، بيتشال بالطريقه وبالاسلوب العلمي المقنن المتعارف عليه. لا يترك اثرا، لان احنا بنسيب مكانه شيء صناعي شبهه بالضبط شفاف بيدي العين نفس الشكل الطبيعي، وبالتالي لا يمكن تستشعر ان هذا العين دي في اي مشكله معاها، ولا الجسد في اي مشكله معاها، ولا في امتهان لكرامه الانسان، ولا في امتهان لحرمه البيت. فعشان كده طلع قانون خاص بالقرنيه وتم تعديلات عليه لغايه سنه. ايوه، احنا دلوقتي خلينا في القضيه كلها دلوقتي يا دكتور مجدي، ان الناس ما كانتش تعرف ان في قانون، ولما علمت يعني مش متقبلين فكره انه يتم اخذ القرنيه بدون اذن. انا ملاحظ كده انه في عدم تقبل، لانه حد عدم تقبل في السوشيال ميديا وفي الناس. وطبعا العرف والاخلاقيات الطبيه والمهن الطبي تقول ان انا لازم استاذن من حضرتك حتى لو هعمل لو هكشف عليك. بس الـ 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 القانون قانون، يعني طالما القانون يتيح كده فاي حد ده اللي انا عايز اقوله ان الطبيب اللي قام بالاجراء محمي بقانون، وبالتالي هو بيتصرف وفقا للقانون بيحميه. طب احنا لما عملنا القانون يا جماعه، لان انا كمان مش عارف، انا عايز اتاكد من تصريحات المفتي ده، لانه خلي بالكم يا جماعه في تصريحات للمفتي دايما تنسب اليه ويتضح انها ليست صحيحه. هو قال النقل القرنيه جائز بشروط ان هو لازم يقوله لاهل، لازم ياخدوا موافقه كتابيه من اهل المتوفي. طب ما القانون ما بيقولش كده، ما بيقولش موافقه كتابيه. نعمل ايه بقى يا دكتور مجدي؟ الحل هنا اذا كان هذا القانون بيتجاوز الاعراف والكلام ده كله، تعديله او تعديل هذه الماده. تعديله او يعني كمان لازم نشجع، يعني انا من انصار ان احنا نشجع الناس، نقول لهم يا جماعه انت كان في طوابير انتظار بتقف 7-8 سنين، وفي شباب وفي اطفال وفي رجال ونساء معرضون للعمى، و فوق النص مليون في مصر معرضين او مصابين بعتامات القرنيه اللي بتستوجب او تدعي اجراء عمليه نقل قرنيه او ترقيع قرنيه. فانت حتى من نفسك بادر كده وقول ان انا متبرع حتى بالقرنيه. ناس كتير بتعمل كده، ده المنتظر، وانا شخصيا بقول لحضرتك انا عن نفسي هعمل كده، وناس كتير بتعمل. لكن هي القضيه قضيه ثقافه وقضيه وعي، يعني بالتبرع نفسه كفكره. حتى مش قادرين يتقبلوا لفظ ان يا جماعه احنا ما بنزرعش عضو، العين هي العضو، لكن القرنيه حته صغيره ونسيج صغير مش عضو كامل، ولا يؤثر في الشكل ولا يؤثر في حاجه خالص. اللي عايز اقوله ان الخلط ما بين انه العين كلها بتنزع والعين كلها بتتشال وبيشوه، وبين زرع قرنيه ونقل قرنيه. ايوه، بس احنا لازم نحقق في الحاله ده. انا علمت ان في ده موضوع تاني، لان الحاله، لانه الفيديو اللي تم انتشاره كان فيه دم نازل من العين. طبعا ده شكل غريب. فمن حق وبالتالي هي في النيابه وفي التحقيقات وفي اجراءاتها التحقيق والشرع وطب الشرع وكل الامور دي هتحسم الحل. لكن انا عايز يعني من خلال منبرك اقول ان احنا لو مشينا خطوه لوقف او تغيير او تعديل هذا القانون، احنا بنقضي نهائيا بالاعدام على كل من له فرصه ابصار. لن يبصر ايوه، ما هي في ناس بتقول لي هو انت متحمس ليه؟ لان انا شفت من خلال كمان عمل المهني، شفت اطفال
لما كنا بنتعامل مع الحالات الإنسانية فيقول أنا مش عارف أجيب قرنية بألف وخمسمائة دولار لأن بتيجي من الخارج وبيتم فهنا، فكان مشاكل كانت قديمة يعني. لما اتحلت المشكلة وبقى في عدد كبير من القرنيات متاحة بعد القانون، لكن هي القضية ازاي؟ لأننا فوجئنا ان في قانون والناس لا تعلم، وكمان لا تعلم وتصدم ويقول لا ما ياخدوش ولا رمش حتى من عين ابويا بعد ما يموت لان ده مساس بحرمة الجسد ومش هنقبل كده يعني. فتعالوا نتكلم مع الناس ونقول لهم ونغذي عند الناس ثقافة التبرع، لان هنا مش عضو، ده يعني زي ما بقول لكم يعني نسيج بتنقذ اطفالا. انا شفت من خلال الحالات الانسانية اللي كنا بنعملها زمان في اطفال وكبار مش اطفال بس، كلهم مهددون بالعمى يعني ومستنيين لغاية ما تيجي القرنية. طيب انا لكن انتوا رايحين قصر العين يا دكتور مجدي في اللجنه ولا تعملوا ايه؟ الايه باذن الله في اجتماع في قصر العين عشان نشوف الامر هيصل لايه ونشوف التقرير شكله ايه، لانه هيترتب عليه ايقاف بنوك العين كلها في كل مصر ولا استمرار، لانه كمان لازم. لا الحقيقه احنا مش مع ذنب للاطباء، لا ذنب للاطباء انهم بيطبقوا قانون وبيشتغلوا في ظل القانون بيحميهم ويفاجئوا بهذه الثوره اللي عليهم، وهما بيحاولوا يساعدوا مرضى اخرين. يبدو لانه القانون لما ولد هو في سنه 2003 مش كده يا دكتور؟ لا في سنه 1962. القانون سنه 1962 تم تعديله 96 وبعدين 99 وبعدين 2003 وبعدين 2003. يعني من 62 القانون بيسمح بنقل القرنيه بدون اذن اخذ الموافقه. ايوه طبعا. والناس مصدومه في 2018. الناس مش مصدومه، معلش في نقطه لابد ان انوه اليها، الناس متخيله ان البرلمان الحالي اللي كل يعني كل مشاكل مصر خلال ال 80 سنه بتتحط عليه هو اللي عمل كده. ايوه يقول لك البرلمان بيفقع. الحكومه دي اللي كان معظمها ما اتولدش اصلا سنه 62 هي اللي عملت كده. فالحقيقه دي حمله، انا شايف انها حمله ممنهجه ومنظمه. طيب طبعا يا جماعه هنا مش انت عايز مصلحه المجتمع بما لا يتعارض مع الشرع وبما لا يتعارض مع حرمه الميت؟ نناقش ده ونقنع الناس بهدوء شديد ان انت بتنقذ الافا، ولو ابنك او اخوك او اختك او والدتك تعرضت للمأزق اللي محتاجه فيه قرنيه هتشعر باهميه ده. أنا طبعا ما بتكلمش عن الحالة اللي حصلت في القصر العيني لأن فيها يبدو فيها مشكلة، لأن الأطباء كلهم مش يعني، وأنت دكتور عيون باين دكتور مجدي أستاذ عيون، فبياخدوا القشرة السطحية مش كده؟ لها طريقة معينة ولها تكنيك معين ولها إجراءات معينة لابد أن تجرى عشان تبقى أنا ماشي بالوضع الصح، وفي حاجة بنحطها مكانها بحيث شكل العين يبقى مش باين إطلاقا إنه في حاجة اتعملت. طيب بشكرك الف شكر دكتور جمال. نكمل كلامك امبارح، انت كنت بتقول لي يعني انا كنت عايز اقول حاجه اضافيه. ايه هي؟ انت بتقول ان لازم اذن المتوفي، قلت لك طب ما هو القانون ما بيقولش كده اذن عائله المتوفي. تمام يا استاذ وائل، انا في البدايه عايز بس اقول انا من حيث المبدا انا مع التبرع ونشر ثقافه التبرع زي ما حضرتك اتكلمت بالظبط، وانا معاك تماما. لست ضد التبرع ولست ضد نشر ثقافه التبرع اطلاقا، بالعكس دي حاجه مطلوبه وحاجه مفروض تنشر على المستوى العام وعلى المستوى المجتمعي تماما. وانا من خلال حضرتك انا بحيي الاستاذ الدكتور مجد مرشد لان هو اتكلم بشكل متوازن وصادق مع نفسه وقانوني، ولكن في تعارض ما بين واشكاليه هو اثرها اصلا. النهارده القانون في اللي هو المعدل في اخيرا لغايه سنه بالكتاب الدوري للسيد النائب العام في 2003، قانون سنه 2003 اللي هو القانون المصادر سنه 62. النهارده الطبيب بيعمل بهذا القانون، لماذا اخفاء هذا القانون
وعدم نشره وإعلانه في المستشفيات التي تمتلك طبقا للقانون بنوك إعادة تنظيم بنوك العيون. لماذا لا تنشر في المستشفيات اللي فيها بنوك للقرنية؟ ليه ما بننشروش؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، التعارض ما بين المادة رقم واحد في القانون 5 لسنة 2010 وبين المادة 26 اللي هي اللي بتنظم حال القانون 103 لسنة 62 دي إشكالية. الدكتور مجدي مرشد هو أستاذ دكتور عيون وفي نفس الوقت هو عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لماذا لا يحدث تعديل ويعلن هذا القانون للمرضى اللي هم بيدخلوا المستشفيات اللي بتبيح أخذ القرنية من المتوفين فيها، وخصوصا يا أستاذ وائل إن القرنية نسيج زيها زي الدم. هل حد من اللي بيتبرع بالدم يتبرع بالدم غصب عنه؟ لا طبعا، ما حدش بيتبرع. لا طبعا، بس احنا كمان بنغذي عند الناس ثقافة التبرع بالدم ونحثهم ونناشدهم كمان، فهنا الوضع طبعا محتاج كلام مع الناس ومناقشة مع الناس. شكرك يا دكتور جمال ألف، شكرا. بسرعة